هو ليه سارة سمير كانت منهارة وهي واخدة الميدالية الفضية، ومحمد السيد كان طاير من الفرحة وهو واخد ميدالية برونزية؟ والمفروض والطبيعي ان اللي واخد الفضة ده راجل صاحب مركز تاني، واللي واخد برونز صاحب مركز تالت. وعامة ليه اللي واخد دايما الميدالية البرونزية بيفرح اكتر من اللي واخد الميدالية الفضية؟ في اولمبياد باريس اللي فاتت هنلاقي فرحة هستيرية لمحمد السيد بطلنا المصري المتوج بالميدالية البرونزية في السلاح. على الناحية التانية سارة سمير المتوجة بالفضية بتعيط ومش مبسوطة، وده مش موقف واحد، عدد كبير جدا من الدراسات اكدت ان صاحب الميدالية البرونزية بيفرح اكتر من صاحب الميدالية الفضية، وده بيحصل بسبب ان العقل البشري ما بيبقاش مركز قوي في موضوع المراكز ده. في ظاهرة اسمها التفكير المضاد للواقع، ودي تفسيرها البسيط بدون تعقيدات ان اللي كسب الفضة عقله بيقول له انا خسرت وكان ممكن اكسب الذهب، انما اللي كسب البرونز عقله بيقول له انا كسبت وعلى الاقل خدت ميدالية. وده في الرياضة شيء مقبول انك دايما عايز تكسب، ولكن انت كجمهور حاول ما تضيعش مجهود بطل حاول سنين يبني فيه عشان لحظة الميدالية.